أكيد. المهمة دي واخداك من التنس ولا لا؟ لا طبعا. لا لا التنس فايد عن التنس. طب احنا معانا واحد بيغلبك في التنس على طول. الله 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 يا كابتن بيغلبني. الله الله بيغلبك. مش عايز اقول لك يعني مفيش. هو لازم يكون بيغلب حضرتك. مين هو ده؟ ده المدير الفني لفريق كره السله. اهلا بيك يا فندم كابتن اشرف توفيق. ايوه ده هو اللي مغرقني. كابتن اشرف مساء الخير. مساء الخير يا كابتن. اهلا بيك معانا في البيت الكبير. وكابتن فتحي مبروك بيقول ما بتكسبوش. استنى بس استنى. ما بتكسبوش. انت بتقول ان انت بتكسبني؟ كابتن فتحي ده اخويا الكبير يعني. انا بسالك سؤال. سيبك اخوك الكبير. اسم البرنامج اسمه البيت الكبير. انت بتكسبني في التنس؟ بص ما انت عشان اخويا الكبير ما اقدرش اقول غير ان انت بتكسبني. انا بسالك سؤال. انت تكسبني في التنس؟ خلاص بلاش احراج يا كابتن فتحي. ده اللي بيغرقني. مغرقني يومين ورا بعض. بتلعبوا دبل ولا مغرقني يومين ورا بعض؟ بتلعبوا دبل. مش عايز اقول اسرار بقى قدام الناس. منورنا منورنا يا كابتن وسعيدين بوجودك معانا في البيت الكبير. اهلا بيك. اهلا بيكم جميعا. منورين الدنيا وربنا يا رب يوفقك يا فتحي في مهمته الجديده ان شاء الله. وهو اداء وجهود يعني اداره جديده وفكره جديده. وهو اكيد عينه زي ما قال الكابتن عينه عين فقير يعني. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله. بتشوف العين الحلوه ديت كمان في التنس يعني؟ ما هو بص كابتن فتحي عمال يبص لي يقول له اغمز بيقول لي اه طبعا هنا يعني الحاجات هنا. الحاجات اللي هي العين. انا كابتن فتحي طبعا اعرفه. لا كابتن فتحي لعيب تنس قديم وقدم مني كتير في التنس ايام كابتن سليم الله يرحمه. يعني كلهم يعني اخواتنا الكبار اللي علمونا التنس يعني. دي حقيقه يعني. دي صحيح. وكابتن فتحي انا وانا في الناشئين انا كنت بشوف الكابتن فتحي فعلا يعني. احنا دايما بنقعد في الجنينه وكابتن فتحي الراكت وشادد المضرب شادد على طول على على الملعب. اه ولسه دلوقتي بيقول لي لغايه دلوقتي يعني ده شيء مهم. لسه لاعبين امبارح مغرقني صاحبك. الحمد لله الحمد. طب ما يا كابتن اشرف عمال يقول لي مغرقني. انت كنت بتلعب؟ طب احكي لي امبارح بتلعبوا دبل؟ دبل اه امبارح لاعبين دبل. كان امبارح بس التنس كابتن اشرف لعبه مجهده برضو محتاجه تركيز برضو وجهد. فيتنس هو فيتنس عالي. هو خلاني العب قبل التمرين وانا كان مزاجي مش رايق. كان عندي كام اصابه كده فصراحه خسرنا يعني. بس خسرنا من الناس اللي بنكسبهم كل يوم. ايوه طب ما تعترف ان انت غرقتني. ايه المشكله؟ اه كابتن فتحي يعني من النوع اللي ما بيحبش يتغلب. خلي بالك ما دي قصه يعني. كابتن فتحي اه ما بيحبش يتغلب. ولو اتغلب هتبقى مشكله. هتبقى مشكله. لا انت عارف التنس انا باخده كده والله العظيم. ايهما امتع بالنسبه لك يا كابتن فتحي التنس ولا كره القدم؟ هو دلوقتي انا الكوره طبعا ده شغلي. كره شغلي ولكن ما بلعبش كوره. ولعبتك ما بلعبش كوره. اه ماشي ما بلعبش كوره. انا بلعب تنس. بس حضرتك لعبت اللعبتين يعني؟ لعبت اللعبتين. انا بعشق ايه اللي قريب من قلب حضرتك اكتر؟ انا بعشق التنس وبعشق صيد السمك. طب ممكن كابتن اشرف يقول لنا كابتن اشرف برضو طالع بيطلع ايه الاقرب لقلب كابتن فتحي مبروك من اللعبتين؟ طبعا التنس ما اقدرش ما العبش تنس. ما اقدرش اكيد دلوقتي التنس دلوقتي هو يعني احنا بنخرج من مشاكل الشغل في شويه تنس جوه بيتنا واللي هو النادي. اه واحنا يعني حتى قعدتنا في التنس يعني انا طب كنتوا بتعملوا ايه في الكورونا لما جت لنا ووقفت النشاط الرياضي؟ كل الانشطه الرياضيه وقفت. كنتوا بتعملوا ايه؟ تلعبوا فين؟ لا كان حد بيروح النادي اصلا. اه طبعا بلاي ستيشن. خنقتنا طبعا. ربنا يعني ما يعيدها ايام يا رب. لا كابتن اشرف نوعدك ان احنا نيجي حضرتك بس تقول لنا. وكابتن فتحي يقول لنا عايزين نتفرج نيجي نصور على الهوا. ايوه بالظبط نتفرج على ماتش تنس. اتفضل. انا اقول ولا هو يتفرج كده بالكاميرا ونشوف ماتش ونشوف جيم يعني هتتبسط يعني. انت خلاص. كابتن اشرف خليت المستشار صاحبنا. خليت المستشار صاحبنا بقى دلوقتي بيكسب. لا هتتبسط من فنيات كابتن فتحي تنساوي يعني. شرفتنا ونورتنا كابتن أشرف وإن شاء الله على لقاء قريب بإذن الله. شكرا جزيلا.